بتزيد جمهور عليا من فوق ومش عارف ايش اسوي. يعني عندي اطفال صغار كلهم خربوا في المجاري جوا وفي الوسخ والقرف وفراشي رميت واكل ولادي. ايش بدي اسوي؟ من الصبح احنا صاحيين احنا من المجاري وبنزيع على الفاضي خشت علينا حلول اللي صارت الميه، الطحين والاكل والشرب كله تاع اولادي راح. لا سولار ولا كهرباء ولا حاجه في الدور ولا غاز عندي والله ما وقع. اي حطب كله الطلبيه غاز مش عندي ولع لاولادي اللي فتره والله ما عندي الغاز في الدار كله خلص.